السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. دائما مع لغة البرمجة سي، مع لي صيغة ديال لي زيكزيرسيس. كنا بقينا في ليكزيرسيس رقم 11، اليوم ان شاء الله غادي نسجل صحيح ديال ليكزيرسيس رقم 12. التمرين رقم 12 كيقول اكريفي ان الغوريثم كونستيتيو ان طابلو ا بارتير دو دو طابلو دو ميم لونغور، يعني عندهم هاد لي طابلو عندهم ميم طايب. Le nouveau tableau sera la somme des éléments du tableau. Donc, on a besoin de deux tableaux. On a besoin déjà de deux tableaux. Et on a besoin de tableau autre. On a besoin de la somme. Comme vous le voyez, 4 زائد 7 تساوي 11. Et هي غادية. نبدأ على بركة الله. نجبدو البينت ديالنا كما العادة باش نشرحو مزيان. قلنا عندنا واحد دو طابلو بحال هكا، واخا نسميو هذا تي ان مثلا وهذا تي دو. قلنا دو ميم طاي، يعني تكون عندهم نفس لا طاي. باش منطولوش نديرو غي باش يكون عندنا داكشي واضح. المهم هو اننا نفهمو الفكرة. نعتبرو مثلا هذا فيه واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، وهذا خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. حنا عارفين بأن لي طابلو كيتأنديسيو من زيرو، زيرو، أن، دو، ثلاثة. وعندنا غنحتاجو بيان سي واحد طابلو سميو مثلا تي ثلاثة، غيكون تاهو دو ميم طاي بيان سيغ. بغينا هاد الطابلو هذا نجمعو فيه المجموع، يعني هاد المجموع هذا كنحطوه هنا، وهذا كيتحط هنا، ويا غادا جيسكا لافون. هذا هو الهدف اللي بغينا نديرو. دونك شنو غادي نديرو؟ أول حاجة كنديروها ديما كنبوكلي باش ندخل لي زيليمون ديال الطابلو. دونك فور نادي ندير باردون لوغاريتم بوغ اي الون دو زيرو ا. شحال فهاد الكعد؟ ربعة، هي تلاتة موان ربعة موان زا هي طروة. دونك شنو غنديرو؟ تي طروة دو اي تي طروة دو اي هي هادي تي دو تي طروة دو زيرو. شنو غنسوا؟ تي ان دو اي بليس تي دو دو تي ان دو اي بليس تي دو دو اي. فامبوغ تنظن بان الفكرة باينة، ومن بعد نافيشو باش نتأكدو من لي ريزولتا. لافيشاج راكم كاملين كتعرفوه، يعني هادي هي الفكرة. نمشيو نحاولو نكتبو هادشي اون كود. غنعتبرو عندنا واحد لي طابلو ديال لي زونتي. طابلو مثلا هذا فيه واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. وعندنا واحد طابلو طاب دو اللي حتى هو فيه مثلا ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، وعشرة. ونعتبره واحد طاب طروا دو طاي كارت. هنا باش يجمع لينا اكزيكوتيو ما عندنا حتى شي ايرور، ما كيعطيني ان يوزد لانني مازال ما خدمتوش. هنا بالنسبه لنا ممكن نديرو لا طاي، ممكن لا. فاش كتانيسياليزي الطابلو ديالك يعني راه ممكن ما ديرش لا طاي. هنا باردون نديرو دو خمسة، لا طاي ديالو خمسة. دونك غادي نجيو نديرو واحد فور لما واحد اي خصنا نديكلاريوها بيان سيغ. الون دو زيرو اي اصغر من خمسة اي بليس بليس نديكلاريو ديك الاي ونبدا على بركة الله. طاب طروا دو اي غصوة طاب ان
de i plus ab de i. دابا حنا عمرنا داك الطابلو الثالث، نجيو دابا ندير واحد كومونتير، نديرو لافيشاج ديال الطابلو ديالنا جديد. لافيشاج كما كتعرفو تا هو ساهل، زيرو اي اصغر باغدو، كنصور بالبيسي القديم واحد الكلافي عندو ولا كيعصب، اي اصغر من 5، اي بلس بلس، واخا كندير ماجيسكيل مكيبغيش يديرها، هنا اي بلس بلس. دابا غادي نديرو برينت اف ونافيشيو ديك الطابلو طوا، طاب طوا دو اي، بوسون دي بيان سور. افيشيو لي زيليمون نشوفو واش غادي يعطينا داكشي لي بغينا. اكزيكيتي كومبايل اند ران، نستناو الريزولتا، نشوفو عطانا 7، 1 زائد 6 فريمون 7، 2 زائد 7 تسعود، 3 زائد 8 11، 4 زائد 9 13، و 5 زائد 10 15. كما كتلاحظوا هذا هو الاكزرسيس اللي طلبوا منا نديرو. تشوفوا ان شاء الله في الاكزرسيس رقم 13 من بعد هذا، وهذا كنحسبوا به شترومف. شترومف كما كتلاحظوا تيكون عندنا واحد الطابلو دو دو تاي، هو هذا بحال كنشدوا هاد 3 مثلا كنضربوها في هذا وفي 8 و 3 في 7 و 3 في 12، كنبقاو نزيدو شي على شوف الاخر كنحسبو التوتال ديالو. هاهي سميتو ديمونستراسيو ديالو. ان شاء الله حاولوا تفكروا في هذا التمرين، نشوفكم في الفيديو الجاي باش نديرو التصحيح ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.